الناس اللي بيحبوا السمك، تعالوا نعمل مرجان مقلي ورز صيادية. هنبدأ بالرز. نجيب بصلة كبيرة نشوحها في شوية سمن، وأحط عليها ملح وفلفل وكمون، وهسيبهم بقى 10 دقايق مع بعض عشان اللون يبقى بني. هجيب السمك بتاعي، هبدأ ان انا اتبله بحاجة بسيطة قوي. شوية ليمون من برة وشوية زيت عشان الدقيق يلزق. من جوه هحط عصرة ليمون بسيطة وشوية فلفل رومي. وللتغطية بتاعتي هجيب شوية دقيق وملح وفلفل، حاجة بسيطة. هبدأ أحط السمك بتاعي وغطيه كويس قوي بالدقيق، وبعدين أحمره في زيت سخن. متسيبوش كتير على النار عشان السمك بيحب السوى يدوب قليل. أول ما توصل اللون الذهبي الجميل ده خلاص كفاية. وهنا البصل وصل معايا للون اللي انا عايزاه، البني الغامق ده، بس من غير ما يتحرق. هنحط عليهم معلقه صلصه، وبعدين هنزل الرز بتاعي. هو كده هيبقى بني محمر، لو عايزينه بني بس بلاش صلصه. وهنحط الميه ونستنى الرز يستوي. وجبه لذيذه وسهله جدا، ربع ساعة ويكون كل حاجة جاهز. جربوا الوصفة دي وقولوا لي رأيكم. لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا كل الوصفات.